هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الثالث لمعرض البحرين الدولي للطيران توافد الجموع الغفيرة التي جاءت إلى أرضه لرؤية كل ما هو مشوق ومثير. نجاح النسخة الحالية تعود لعديد من الأسباب والتي ساهمت في إتمام ذلك. من الواجب دوما أن ينسب النجاح إلى أهله، ومن المنطقي جدا ذكر أبرز الأسباب التي أخذت بيد النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران نحو التميز والتوفق وترجمة ما خطط على الورق لتراه الأعين مطبقا بفعل يلازمه إنجاز. وإذا ما قسنا النجاح من حيث الصفقات فنعتبر ناجح جدا، وبالأخص ما يتعلق بالمجال العسكري، بحكم أن البحرين أمس مثل ما أنتم عرفتوا أن أعلنت توقيع صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء طائرة 12 طائرة عمودية بقيمة 912 مليون. سارت الأمور التنظيمية على أكمل وجه، بداية من استقبال الشركات من الموانئ والمطارات والمنافذ لمملكة البحرين إلى وصولها إلى أرض قاعدة الصخير الجوية واللي هو نعتبره أرض معرض البحرين الدولي للطيران على ما يرام. ونتمنى بإذن الله أن احنا نختم هذا اليوم ختام مسك بإذن الله. رضا كبير بمستوى خدمات الطيران الأرضية التي وفرت لتكون بمتناول الشركات التي عرضت نماذجها من الطائرات المدنية والعسكرية طيلة أيام المعرض الثلاثة. تقديم مجموعة من الخدمات لكل شركات الطيران اللي شاركت معنا في المعرض. طبعا خدماتنا خدمات المناولة الأرضية، استلام الطائرة، دفع الطائرة، تقديم خدمات الصيانة بأكملها. الخدمات اللي قدمت الخطوط السعودية خدمات فوق العادة. جميع من على الأرض وجميع الشباب اللي متواجدين قدموا لنا وسهلوا كل الخدمات بحيث أن احنا نقدر نشارك وتكون مشاركتنا في على أفضل وأحسن مستوى. نقطة هامة تتمثل بمراعاة أرقى جوانب الأمن والسلامة لجميع الفئات من الزائرين الذين جاءوا لاستغلال كل دقيقة تذكرهم بأروع اللحظات التي قضوها داخل معرض البحرين الدولي للطيران، على أمل أن يعيشوا تفاصيله في النسخة القادمة. الإمكانيات في البحرين شيء يعني يثلج الصدر مثل ما يقولون. الإمكانيات مثل ما تشوف على أجمل وجه. A big مبروك، ألفين مبروك to the Kingdom of Bahrain for laying on such a fabulous event. الصراحة انبهرت وايد من التنظيم الرائع الموجود في معرض الطيارات في الإير شو، ووايد مستانسة أن في مثل هالفعاليات في البحرين. مستانسين على الطيارات اللي بنشوفهم، وركبنا طيارات يعني حلوين. جهات رسمية تكاتفت بجهودها لإخراج النسخة الحالية بأبهى طله. تجهيزات على أعلى المستويات ذللت لتوضع أمام متنوع شركات الطيران العربية والعالمية ولتتمكن من عرض أمثلتها الجوية وتكون مهيئة ومستعدة لاستقبال من شغفهم حب الاستطلاع ومشاهدة آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران من تصاميم وتقنيات جاد بها عقل الإنسان لخدمة الإنسان. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.